أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان. مساء الخير. حتى الساعة عملية التشكيل الحكومي راوح مكانك، ولا مؤشرات إلى أن الولادة باتت قريبة، وكل الأجواء الإيجابية التي أشعت في اليومين الماضيين كان مبالغ بها وفق المصادر. وقد تقاطعت المعلومات على أن الخلاف لا يزال كبيرا حول عقيبة الخارجية، إذ يصر الرئيس المكلف حسان دياب على الوزير السابق دميانوس قطار لتولي هذه الحقيبة، الأمر الذي يرفضه الوزير باسيل، فيما دخلت أسماء جديدة بورصة المرشحين لوزارة الطاقة بعدما أعلن فيليب زيادة انسحابه من التشكيل الحكومي. ومع المتغيرات الكبرى التي دخلتها المنطقة والتي باتت على صفيح ساخن، يبدو أن صيغة حكومة التكنوقراط قد تراجعت وبرز الاتجاه إلى حكومة تكنو سياسية لتوزير شخصيات سياسية في الحقائب السيادية. وفي المنطقة غليان وقرع طبول الحرب، فإيران توعدت أمريكا بانتقام ساحق وبفيتنام جديدة. أما الرد الأمريكي على مطالبة البرلمان العراقي برحيل القوات الأمريكية عن أراضيه فجاء بالتهديد بفرض عقوبات على بغداد تكون أشد من العقوبات على إيران. وتعليقا على إعلان طهران مواصلة برنامجها النووي، أكد ترامب أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. وفي المقابل توالت الدعوات الدولية للتهدئة تجنبا للمواجهة الإيرانية الأمريكية، فحضت فرنسا بريطانيا وألمانيا إيران على عدم الرد، فيما دعا مجلس التعاون الخليجي إلى التهدئة. وأكدت السعودية حرصها على عدم التصعيد ووعي المخاطر في المنطقة. ويوم الجمعة اجتماع لوزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي لمحادثات طارئة حول إيران. إذن خيبة أمل أمريكية بعد مطالبة العراق برحيل القوات الأمريكية، وترامب يهدد بفرض عقوبات لا مثيل لها. ما زالت المنطقة تعيش على وقع زلزال اغتيال قاسم سليماني وقادة من الحشد الشعبي في العراق، فيما يسعى قادة أوروبيون لحث إيران على عدم الرد لاعتبارهم أن ردها سيعقبه تصعيد أمريكي. زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا أعربوا عن قلق من دور إيران السلبي في المنطقة، ودعوها إلى الامتناع عن أي عمل عنفي وإلى الرجوع عن تدابير اتخذتها لا تتماشى مع خطط العمل الشاملة المشتركة بما يخص الاتفاق النووي. في المقابل نقل عن عدد من المسؤولين أن الرد الإيراني سيكون عسكريا ضد القوات الأمريكية في المنطقة. ونقلت وكالة رويترز عن خليفة سليماني إسماعيل قاني بأنه يتعهد بمتابعة مسيرة سليماني بالقوة نفسها، قائلا إن العزاء الوحيد لنا سيكون طرد أمريكا من المنطقة. مطالبة البرلمان العراقي برحيل القوات الأمريكية أثارت خيبة أمل واشنطن التي هددت بفرض عقوبات على بغداد، وقال دونالد ترامب في حال طلب العراق ذلك على أساس غير ودي فسوف نفرض عليه عقوبات لم يرى مثلها من قبل وستكون أشد من العقوبات على إيران. وقال الرئيس الأمريكي: لدينا قاعدة جوية باهظة التكلفة بشكل استثنائي هناك، لقد كلفتنا مليارات الدولارات لبنائها ولن نغادر ما لم يدفع لنا تكلفتها. رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي رد بالقول إن أمريكا موجودة بقرار عراقي وإن انسحاب قواتها هو قرار داخلي، وأكد أن الحكومة لا تقبل أن يصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات، فيما توجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى ترامب بالقول إن نهاية الوجود الأمريكي الخبيث في غرب آسيا بدأت. تصاعد التوتر كان ملفا أساسيا في النقاش هاتفيا بين ترامب ورئيس وزراء بريطانيا بورس جونسون، وقد أكد الزعيمان على التحالف الوثيق بين بلديهما وفق ما ذكر البيت الأبيض. وفي اتصال هاتفي مع نظيره العراقي أعلن جونسون أنه أكد ضرورة خفض التوتر والتعاون لإيجاد حل دبلوماسي، نافيا أن تكون لدى بريطانيا خطط لفرض عقوبات على العراق. دول مجلس التعاون الخليجي التي تجنبت الانحياز لموقف صريح دعت الأطراف المعنية إلى التهدئة وعدم التصعيد، وأعلن وزير الخارجية السعودي أن المملكة حريصة على عدم تصعيد الوضع وأنه لابد من أن نعي المخاطر في المنطقة ونأمل ألا يحدث تصعيد للوضع. وصرح قائلا: علينا حماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن من أي مخاطر. وفيما اعتبرت الصين أن واشنطن تعمق التوتر في الشرق الأوسط وحثتها على عدم إساءة استغلال القوة واللجوء إلى التهديد بالعقوبات، رأت ألمانيا أن تهديدات واشنطن بفرض عقوبات على العراق لا تفيد، واعتبرت الخارجية الألمانية أن الحديث المجدي يبدأ من بحث الاتفاق النووي الذي قالت وزارة الخارجية الروسية
إنها لا ترى تهديدا بانتشار الأسلحة النووية بعد قرار إيران عدم الالتزام بالقيود على تخصيب الأورانيوم. وفي ظل الحديث عن احتمال الرد الإيراني، تقول صحيفة الجارديان إن لأمريكا قوات قوامها 60,000 جندي في المنطقة، بينها أكثر من 5,000 في العراق. لذلك فإن الدبلوماسيين الأوروبيين سيجدون صعوبة كبيرة في إنجاح مساعي التهدئة، على الرغم من وجود قنوات بين واشنطن وطهران وبينها سلطنة عمان واليابان والاتحاد الأوروبي وكذلك السفارة السويسرية. في طهران تشيع مليوني ودعوات للثأر والانتقام، وخامنئي الذي تقدم المشيعين بكى علنا على سليماني. احتشد المشيعون في شوارع طهران في وقت مبكر لتكريم الشهيد قاسم سليماني، حيث تجمع الحشود بالقرب من جامعة طهران، حيث أما المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي خامنئي الصلاة على جثمان الشهيد قاسم سليماني. وقد حضر التشيع إلى جانب السيد خامنئي الرئيس حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى علي ليرجاني وقائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي. وكانت كلمة لابنة الشهيد زينب سليماني أمام حشد ضخم من المشيعين، قالت فيها: إن الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ستواجهاني يوما أسود. وقالت سليماني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: أيها المعتوه ترامب، لا تعتقد أن كل شيء قد انتهى باستشهاد والدي. هذا وكانت قد شهدت إيران يوم الأحد حشود مليونية شيعت الفريق سليماني ورفاقه في الأهواز غرب البلاد قبل أن ينقلوا إلى عدة مدن في إيران. أهلا بكم. احتجاجا على توقيف الشاب جورج أزي بتهمة إحراق مصرف لاعتماد اللبناني في الزوق، قطع المحتجون مساء أوتوستراد الزوق لساعات. عاد مشهد قطع الطرقات إلى الواجهة، فقد عمد عدد من المحتجين على توقيف الشاب جو أزي من قبل الأجهزة الأمنية على قطع طريق الزوق بالإطارات المشتعلة لمدة من الوقت، مطالبين بالإفراج عنه، مؤكدين استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق جميع المطالب. الجيش اللبناني الذي انتشر بشكل كبير في المنطقة وعزز من انتشاره على طول الطريق، أعاد فتح هذه الطريق أمام المواطنين الذين علقوا في سياراتهم، ما تسبب بزحمة سير خانقة. مصادر أمنية مطلعة لفتت إلى أن الموقوف أزي اعترف في التحقيق بتورطه مع آخرين بإحراق مصرف الاعتماد اللبناني في منطقة الزوق. انتشار صور مثيرة للجدل لرجل الأعمال اللبناني الأمريكي فيليب زيادة، أوضح في بيان مكتبه في بيان إن ما سرب اسم فيليب زيادة في الإعلام كأحد الأسماء المحتملة لتولي حقيبة الطاقة في الحكومة العتيدة، والتي لم يصل البحث حولها مع الرئيس المكلف إلى قرار نهائي من قبل زيادة، حتى فوجئ هو واللبنانيين يومي السبت والأحد بحملة منظمة استهدفته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبدا واضحا أن الجهات التي صوبت عليه لم تستطع تلفيق ملفات سوى التعرض له بأمور شخصية وتسريب صور التقطت أيام الدراسة الجامعية في الولايات المتحدة وتعود لأكثر من 20 عاما. أضاف البيان إن زيادة وإذ يربأ بنفسه عن الرد على تفاهات، يعتبر أن النجاح الذي حققته أعماله في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والريادة هي التي تتحدث عنه، وهي بالتالي التي أدت إلى طرح اسمه في التداول لتولي حقيبة الطاقة قبل أن يعتذر عنها نظرا لظروف خاصة. ولكن يبدو أن بعض المغردين والمشوشين لم يعرفوا بقرار الاعتذار، فشنوا حملة اعتبروها استباقية عليه. البطريرك الراعي وفي قداس عيد الاغطاس في بكركرة أنه من واجبنا أن نخاطب المسؤولين السياسيين الذين ما زالوا يعرقلون ولادة الحكومة الجديدة بأنهم هم الذين أوصلوا لبنان إلى الحضيض، وأضاف: نصلي إلى الله كي يخرج لبنان من وطأة أزماته وعلى رأسها تشكيل حكومة متحررة من نفوذ السياسيين والحزبيين المأسورين في مصالحهم وحساباتهم الرخيصة. من واجبنا أن نخاطب دائما ضمائر المسؤولين السياسيين الذين ما زالوا يعرقلون ولادة الحكومة الجديدة، وإن نذكرهم أمام محكمة التاريخ بأنهم هم الذين أوصلوا لبنان إلى الحضيض الاقتصادي والمالي والمعيشي بسبب سياسة المحاصصة في الوظائف والمال العام التي انتهجوها
والإقصاء والتفرد لأغراض خاصة، وبسبب انتهاكهم المتكرر للدستور والميثاق الوطني المتجدد في وثيقة الوفاق الوطني. نفى المكتب الإعلامي في دار الفتوى كل ما نسب إلى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في إحدى الصحف اللبنانية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمه أو اختياره بعض الأسماء المرشحة للتوزير في الحكومة. المكتب الإعلامي لدار الفتوى أكد أن كل ما ينشر في هذا الإطار هو عار من الصحة جملة وتفصيلا. التطورات السياسية والأمنية في لبنان، بحثها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وفي عين التين الرئيس بري التقى أيضا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يانكوبيتش، وتم البحث في تطورات المنطقة لا سيما ملف النازحين في لبنان. وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني أكدت من أمام سد المسيلحة أن لبنان بحاجة لسدود لتصب مياه الأمطار بمكان واحد وتوزع على المنازل. تفقدت وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني سد المسيلحة في منطقة البترون بعد انتهاء الأعمال الإنشائية فيه والبدء بعملية تعبئة المياه في البحيرة. وأشارت البستاني إلى أن ثلث السد امتلأ بالمياه وكل هذا بفضل الشتاء، ولفتت إلى أن لبنان بحاجة لسدود أكثر لتصب مياه الأمطار بمكان واحد ويعاد توزيع المياه على المنازل كما قالت. وأكدت البستاني أيضا أنه ما من سد سيقام في لبنان دون تقييم الأثر البيئي. اليوم لبنان بحاجة لسدود، ومشان هيك هيدا برجع بعيد سيد السد يعني بيخلص اليوم، وحبينا نجي نفرجيكم النتيجة علما انه يعني في خطة وطنية للماء والصرف الصحي تم تحديثها وقريبا جدا تطلقها وزارة الطاقة. لا هو بالفاز التستينج تبعه يعني بدنا بين سنة وسنتين تنكون أكيدين وخلصنا كل الأشغال الإضافية المتبقية. هلأ خلال هالسنتين رح يكون عم بيتوزع على الري لقطاع الري تيستعملوه. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أشار إلى أنه وصلتنا رسالة الممانعة في محاولتها لتشكيل وزارة اللون الواحد التي غالبها من الفاشلين وتجار العقارات وغير العقارات، ويا لها من آخرة لهذا العهد، لم نعد نفهم من يمثله أو يقوده. وأضاف جنبلاط قائلا افعلوا ما تشاءون وسنمتنع على طريقتنا ونواجه هذه الحفلة من التزوير والتحريف بغض النظر عن أصوات التشكيك. احتفلت الطوائف الأرمنية التي تتبع التقويم الشرقي بعيد الميلاد، حيث أقيمت القدديس في عدد من الكنائس في بيروت والمناطق وسط دعوات لخروج لبنان من أزمته الراهنة وحلول السلام في المنطقة. كاثوليكوس الأرمن أرام الأول كيشيشيان طالب في قداس العيد بأن تتشكل حكومة فورا تبعث الثقة للناس. وعمت أجواء عيد الأغطاس في المناطق والكنائس الحدودية. الطوائف المسيحية جنوبا عيد الظهور الإلهي الأغطاس، وأقيمت القدديس الاحتفالية بعيد الأغطاس ورتبة تبريك المياه في مختلف كنائس المنطقة الحدودية، حيث رفعت الصلوات وألقيت العظات التي تناولت معنى هذا العيد ودعت إلى الاقتضاء بتعاليم السيد المسيح والمحبة والإيمان ونبذ الشر، كما دعت العظات في مختلف الكنائس إلى الاقتضاء بكلام الإنجيل وغسل القلوب والنفوس من الخطيئة مع افتتاح البابا فرانسيس يوبيل الرحمة المقدس. أعلنت اليابان أنه ما زال بإمكانها مطالبة لبنان بتسليم الرئيس السابق لنيسان كارلوس غصن الذي فر من اليابان. وفي أول إفادة للحكومة اليابانية قالت وزيرة العدل اليابانية أنه من حيث المبدأ يمكن لطوكيو تقديم طلب تسليم لدولة لا تربطها بها اتفاقية تسليم. إلى ذلك ذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو أن غصن بدأ هروبه المثير من اليابان برحلة في القطار من طوكيو إلى أوزاكا، وصاحبه خلال هذه الرحلة عدد من الأشخاص. بوتين يناقش مع ميركل الوضع في ليبيا وسوريا خلال زيارتها لموسكو السبت، والاتحاد الأوروبي يحذر من تصعيد وشيك في ليبيا.
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الوضع في ليبيا وسوريا وأزمة الشرق الأوسط خلال زيارتها إلى موسكو السبت المقبل. وتستضيف القاهرة الأربعاء اجتماعا تنسيقيا لبحث التطورات في ليبيا يضم وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أن وحدات من الجيش التركي بدأت بالتحرك إلى ليبيا، مشيرا إلى أن البلدين يعملان مع شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط. وقال أردوغان في مقابلة مع محطة CNN تركي التلفزيونية سيكون هناك مركز عمليات في ليبيا، وسيكون هناك ضابط تركي برتبة جنرال للقيادة، وسيعملان على إدارة الوضع هناك. بدأ الجنود الأتراك التحرك تدريجيا الآن. وكانت طرابلس الغرب قد شهدت ليلة السبت قصفا عنيفا فسقط 30 شخصا على الأقل، وأصيب نحو 33 آخرين في هجوم على أكاديمية عسكرية، ونددت تركيا بالهجوم وطالبت بإجراءات دولية لوقف إطلاق النار. كارثة عالمية في أستراليا، قتلى ونفوق نصف مليار حيوان في الحرائق. هي المأساة في أستراليا بكل ما للكلمة من معنى الحرائق التي خرجت عن السيطرة على الشاطئ الشرقي للبلاد وفق تصريحات رسمية لا تزال تستعر في الغابات. ونقلت صحيفة لاكروا الفرنسية عن دراسة أجرها خبراء بيئيون في جامعة سيدني الأسترالية أن ما لا يقل عن 480 مليون حيوان نفق في ولاية نيو ساوث ويلز منذ أيلول الماضي حرقا أو اختناقا، وأن ما لا يقل عن 20% من الثروة الحيوانية قد فقدت، فيما إعادة إعمار المنطقة بالأشجار والحيوانات تتطلب 40 عاما. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن حجم الخسائر يمكن أن يبلغ مستويات أعلى عند إجراء المسح النهائي، فيما كانت السلطات الأسترالية قد حذرت من أن الأسوأ لم يحدث بعد في وقت يحارب فيه رجال إطفاء لإنقاذ الأرواح والممتلكات. الجنوب الغربي لأستراليا المعروف بتنوعه الحيواني والنباتي يشهد تضررا كبيرا جراء الحرائق العنيفة الممتدة على مساحات شاسعة، ما أدى إلى تلف قاعدته البيئية على الرغم من التدخلات التي قام بها آلاف رجال الإطفاء واستخدام الطائرات لإطفاء الحرائق. وكانت درجات الحرارة التي بلغت 42 درجة مئوية في أجزاء من سيدني في حين بلغت سرعة الرياح 80 كيلومتر في الساعة مع استمرار الطقس السيء في جنوب شرق أستراليا، وانقطعت خطوط الهواتف والإنترنت والكهرباء في الكثير من المناطق الساحلية الأسوأ تضررا في ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز. رغم ثروته التي تقدر بحوالي 77 مليار دولار، شوهد مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ مؤخرا وهو يتسوق كأبناء الطبقة المتوسطة ويشتري الأجهزة الكهربائية من متجر يبيع بسعر منخفض. وشوهد مارك زوكربيرغ البالغ من العمر 35 عاما وهو يتسوق خلال موسم أعياد الميلاد برفقة زوجته بريسيلا تشان في متجر للبيع بالتجزئة وبالأسعار المخفضة. وكان موقع تي ام زد المعني بأخبار المشاهير قد أفاد في تقرير له أن زوكربيرغ وزوجته توجها أيضا إلى متعددة محلات تبيع بالتجزئة الملابس بأسعار مخفضة. يشار إلى أنه معروف بأنه يرتدي قميصا رماديا تيشيرت مع بنطلون جينز ونادرا ما يرتدي ملابس رسمية. استثنائيا اليوم كانت نشرتنا في تمام السابعة بعد لحظات، سنكون بنقل مباشر لبطولة آسيا للشابات، لكأس بطولة آسيا للشابات والتي يشارك فيها لبنان إلى جانب البحرين. إلى اللقاء وكل التوفيق لمنتخب لبنان.